صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وصفات مع اسماء. اليوم ان شاء الله راه البرد، وبغيت نطيب اللوبيا غريني. بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه. شوفوا هذه اللوبيا تفصاص، هذه اللي تنباع، هذه حمراء، راح ان شاء الله نقيها. انا بغيت نخليها كيما هكا امامكم، باش يعني كاين الاخوات ربما ولا البنات الصغار ما يعرفوش هي اللوبيا غريني. راح نطيبوها طاجين. رانا نستعملوا اليوم كميه تاع اللوبيا غريني. والاخوات الحاجه اللي متوفره عندها في الدار، انا اليوم راه عندي شويه تاع الدند. الاخوات ربما تبغى يديروها بالدجاج ولا بالدند ولا بالخروف ولا بالعجل، يعني الحاجه اللي متوفره عند الاخوات. المهم حاجه تكون بنه تاع اللحم. كاين اللي كاع اللي دير غير العظم وتجيها المرقه ما تاعها ما شاء الله. هي كل شيء العمده على يعني الانسان كيكون يبغي يطيب ويكون عنده حب تاع الطبخ، كل شيء يجي من يديه بنين. فوالا، راح نستعملوا حبه بصله مقطعه رقيق رقيق. راح نستعملوا كذلك الثوم، انا الثوم بكميه، استعملت ربع حبه ثوم ربيتهم حبات كبار. وللاخوات اللي عندهم حبات صغار يستعملوا يعني بالزياده، لانه هذا الطاجين تاعنا يبغي ريحه الثوم ويبغي التوابل. فوالا، هذه الثوم. عندي حبه طماطم انا رحيتها، فوالا، ومغرف تاع الطماطم المصبره، طماطم العلبه. وانا دائما ولفتوني في الوصفات تاعي الطماطم العلبه دائما نقلوها، كي تدبل شويه البصله نحطوا الطماطم العلبه تتقلى في هذيك لو جو اللي طلقتها البصله، لانه كي نحطوها في الاخير مع الماء ونمرقوا ما غاديش تطلق لا البنه لا الفايده تاعها. سيوها، جربوها ان شاء الله، وراح تلاحظوا الفرق في الطواجين تاعكم. راح نستعملوا ثلاث حبات جزر صغار اللي قطعتهم هكا، وفي الاخير كي تبغي تعقد لنا المرق تاعنا نديروا الحار. راح نطيبوا اليوم الوصفه تاعنا بالزيت، شويه تاع الزيت تكون شويه بالزايد. اما التوابل راح نستعمل مغرف ماشي عامره بزاف تاع الملح، مغرف صغيره عامره تاع الفلفل الاسود، مغرف تاع الكركم. فوالا، شوفوا الكميه، واحد زعفران. انا في الايام العاديه دائما نستعمل هذه، انا هذا الزعفران يناسبني بالبزاف ومليح والنتيجه تاعها تكون ما شاء الله، وكميه معتبره تاع الكمون. فوالا، غادي نحط الكمون في بدايه الوصفه، ومن بعد كي نبغوا نحطوا ان شاء الله باش ناكلوا نحطوا هذيك يعني ندردروا شويه تاع الكمون فوق الطاجين تاعنا. مغرف ماشي عامره صغيره تاع سكينجبير، والثوم غبره. الثوم غبره الاخوات اللي ما عندهمش الثوم غبره يكتفوا بالثوم تاعنا هذا اللي ربيناه. وان شاء الله انا اليوم للمره الاولى غادي نخرجت واحد الطاجين فوالا تاع لافون، تكون دسيتها في شحال من عام. واللوبيا هذه تفصاص، هي طيبوها في لاكوكوت ولا في هذو الطواجين تاع لافون هادو، راكم تلاحظوا مازال تيكي تاعها ما قلعتهلاش. انا هذه الطاجين كنت اختي جابتها لي كادو، واليوم من توحشتها بالبزاف راني جبدته. مناسبة تاع اللوبيا غريني هي كذلك تحبها، نوجه لها تحية كبيرة لأختي وتوحشتها بالبزاف. نقيت هذيك اللوبيا غريني تاعي وشللتها مليح مليح، راني شللتها واللون تاعها غير وحده يعني شهي لهذا الطبق. شوفوا راهي ما شاء الله. ولكن ملاحظة أخواتي، طريقة الطياب تاع هذه اللوبيا تفصاص أو اللوبيا غريني ماهيش كيما اللوبيا البيضاء اللي تبات نشمخوها مع شوية الماء والملح والغدو نعاود نغلوها، لا، هذه طيب ديريكتومون مع اللحم والخضرة يعني ديريكتومون. فوالا، كي نشلوها نخلوها كيما هكا ونحطو كيما قلت لكم، هي طيب في حاجة ثقيلة، يا طاجين تاع لافونت كيما هذا ولا فين كوكوت ونزيرو عليها. نحط كمية تاع الزيت، بسم الله نبداو، وهي لازم تتقلى مع هنايا في التقلية تاعنا تاع اللحم والبصل. غادي نحط هذا الطرف تاعي تاع اللحم، نحطو البصلة. علاش نقلوها مع هادو التقلية الأولى؟ باش تشرب هادوك التوابل ويدخلها شوية طيب، خاطرش هي راهي شويه يعني فاتيه لكن تبقى لوبيا وتبقى مزيره. لذلك انا نقليها دائما والنتيجه تكون ما شاء الله ولا اروع. وكي يدخلها هذاك الدربه الاولى كي تكون في التقليه تاعها وتكون تخلها شويه هذاك الطيب تجي بنينه اكثر، ماشي كي نديروا الماء ونحطوها هي يعني غادي تطيب غير في الماء وتبقى البنه تاعها ما دخلت لهاش في الاول، تبقى يعني لوبيا مليحه. لكن كي تدخلوها في التقليه النتيجه غادي تكون مختلفه وتكون ما شاء الله. نحط البصله تاعي،
نحط الثوم فوالا، نحط هذاك الجزر، الجزر الثاني لازمه يدخل هاد التقليه، ونقلو على نار متوسطه، ما نقلوش على نار مجهده. فوالا كي حطيت الزيت بكميه يعني ما غاديش نخاف، وغادي نقعد حدا الطاجين تاعي، ما غاديش نوخر عليه. هكا نبدا نحرك مغرف تاع اللوح هكا باش نعس الطياب تاعي ما ينحرقليش، ونحط كيما قلت لكم على جانب الطماطم. فوالا مع هاد الحال بارد ويعني والريح، راح ان شاء الله تكون اكله مناسبه لهذا اليوم. واما الطماطم هذه تاع المرابيه مازال ما نحطوهاش حتى كي نقلو مليح شويه، خاطرش راه فيها الماء، وانا خاصني تقليه في الزيت. كي تتقلى واحد الخمس دقائق غادي نغطي عليها ونحطها فوق النار، عاد باش نحط عليها التوابل. تقلى ابان 3 مينوت كي تبدا تطبخ، عاد باش نحط التوابل. هكا ما تتقلاش يعني صامطه ولا كيما نقولوا حنايا مسوسه. ان شاء الله نحطها فوق النار ونرجع لكم. اخواتي شوفوا راهي على نار مناقصه بالبزاف، دروك راح نزيد لها هذيك اللوبيا تبصاص. بسم الله كي بدات تتقلى شويه، وراح نحط معها هذيك الطماطم تاع الحبه اللي ربيتها. ما نديرو لا ما لا والو، وناكد لكم بعد التقليه هذه كي تتقلى مليح مليح رانا نمرقو بالماء حامي، ونزيد هذوك التوابل من الفوق. فوالا كي طلقت البصله لوجي تاعها ما غاديش نخاف ملي هادو التوابل تاعي غادي يتحرقوا لي. الزعفران راني حليت عليه، شوفوا بسم الله فوالا. غادي نخلط غير شويه ونبلع على الطاجين تاعي هذا، ونخليها تتقلى واحد الخمس دقائق عاد باش ان شاء الله نمرق عليها. انا خليتها تقلى لي خمس دقائق على نار كاع هاديه هاديه، وشوفوا لو جو اللي طلقته البصله وهذاك اللحم من جديد وطري. شوفوا راهي ديجا طلقت لنا الماء، ودروك راح نمرقوا. ولكن اخواتي ملاحظه كذلك، ما نمرقوش على ضربه، نضرب نمرقوا غير بشويه بالماء سخون هكا، باش ما تجيناش المرقه تاعنا خفيفه بالبزاف ويعني ما عندها حتى قو حتى بنه. نمرقوا غير بالعقل علينا، ونشوفوا حتى كي تغطى مليح. بسم الله الماء لازم يكون سخون. راح نزيد شويه، شفتوا ما تغطاتليش اللوبيا تاعي، وهذه الطاجين تاع لافوت راح يساعدها تطيب بسرعه وتطيب مليح. فوالا شفتوا، ها هنايا نحبس التمرق تاعي، وغادي شويه نقوي على الغاز ونبلع عليها بهذا المقطه تاعها. نخلط شويه فوالا. والاخوات يذوقوا الملح من بعد. انا طريقه تاع الغسل تاعي تاع لاديند كما طريقه غسل الدجاج، راكم شفتوا معايا فيديو. الاخوات اللي ما شافوهاش راهي في القناه طريقه غسل الدجاج، هكا باش الدند تاعنا يكون بنين كذلك ويكون مغسول مليح، والطياب تاعها يكون ان شاء الله مليح. فوالا راح نغطي عليها. فوالا ونخليها تطيب، راح نزيد الغاز ونخليها تطيب ان شاء الله، ومن بعد نتلاقى. المرقه تاعي راهي نص طياب، واللوبيا راهي ما شاء الله راهي دخلها طياب كذلك، باقي لها شويه وتعقد لي المرق تاعي. شوفوا كيفاش دوبلات لو فوليم تاعها، سمحوا لي على الدخان. فوالا والبنه راهي ما شاء الله ما شاء الله، راني دقت الملح. توجور الاخوات ما يبداوش بالملح بزاف، ولا كان يعني خاصها الملح نزيدو مع التالي هكا باش اللوبيا ما تطيبش ثاني مزيره. شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله، بقات لها غير شويه. داكش راح نزيد لها، نزيد لها غير هذاك الطرف تاع الحار هذا باش ما يطلقش بزاف الحروريه. كي تبغي تعقد المرقه تاعنا تبقى لها واحد 10 دقائق ولا وطيب، نديرو هذا الحار. ان شاء الله نتلاقوا في طبق التقديم ان شاء الله. راه طاب الطبق تاعنا، وما راه ما شاء الله عاقد والبنه ولا اروع. واليوم نهار تاع لي زيموسيون، قبيله الطاجين يعني تفكرت اختي العزيزه عليا واللي توحشتها بالبزاف، وولدي انا ندير في الوصفه تاع اللوبيا هذه، وجاب لي هذا الطاجين ما شاء الله شراه لي، راح شرا لي هذا الطاجين، ربي يخليه ليا ان شاء الله، يخلي لكم كاع وليداتكم. وشرا لي معاه هذا الغرف الصغير هذا تاع البن، شوفوا ما شاء الله. يا ربي يجعل ذرية أمة محمد ذرية صالحة إن شاء الله، لا تمشي إلا بما يرضي الله ويرضي والديهم إن شاء الله.
الحمد لله الانسان كيكون عنده نعمه تاع الاولاد والتربيه الصالحه، هذاك ما راه باغي وهذاك ما راه متوني. نتمنى لهم النجاح لوليداتي ولوليداتكم واخوانكم واخواتكم يا ربي ان شاء الله. الطبقه تاعنا تاع اليوم راه طاب كما قلت لكم، واللي راهي تتسخف تسمح لي جدا. هذه اللوبيا تاع التفصاص طبق تقليدي، نزيدوا لها غير شويه تاع الكمون. كما قلت لكم اللوبيا هذه جريني ولا اللوبيا التفصاص راه طبق تقليدي من اعماق الجزائر، يعني كل الولايات يطيبوه وكل وحده كيفاش تطيبه بالتقاليد تاع المنطقه تاعها. وهذا الطبق راه بالصدفه راه يناسب عيد الثوره تاع اليوم 31 اكتوبر. نتمنى ان شاء الله لكل الشعب الجزائري عيد الثوره سعيد ومبارك ان شاء الله. وما ننساوش والدينا كما انا الوالد تاعي مجاهد، نتمنى له كل عام هو بخير وربي يشدنا فيه ويطولنا في عمره. وما بقى لي نقول لكم ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم وتنال اعجابكم وتردوا لي في التعاليق. ونشكركم نشكركم جزيل الشكر على انكم تتبعوني وحاطين فيا ثقتكم. ان شاء الله دائما نكون في حسن الظن. ولو كنتم من الزوار الجدد للقناه مرحبا بكم، انضموا معنا في القناه وفعلوا الجرس وديروا لي لايك ولي بارطاج. ونتمنى لكم شهيه طيبه، نهاركم مبارك وسعيد، والسلام عليكم.